السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ تعالوا مع بعض بسرعة نشوف النهاردة عملنا ايه. عملنا طبق حلو قوي قوي بناكله في قرية المشاوي، قرى المشاوي، في الخروجات الكبيرة التقيلة الفخمة اللي تستحق بجد ان انت تجربيها، وهي المبكبكة. أكلة ليبية خطيرة تحفة جميلة، هتعمليها معايا بخطوات بسيطة جدا، وهو طبق غالي جدا جدا في قرى المشاوي. تعالي مع بعض نعمله في مطبخنا، مطبخ قناة العيلة، بخطوات سهلة جدا وبسيطة، هيطلع معاكي إن شاء الله في منتهى الجمال. الشكل والطعم والريحة أكتر من خطيرة، فعلا طبق هتنفذيه وتقدري تعمليه بأي نوع من المكرونة. أنا هنا استخدمت المرمرية الصغيرة دي وبتدي نتيجة فعلا حلوة قوي. ان شاء الله تجربي. بصي اللحمه مستويه عامله ازاي، وشكل المكرونه عامل ازاي في الصينيه. سهل جدا وبسيط وبياخدش اي وقت، وبيوفر عليا تفكير كتير قوي، وفعلا وجبه هايله هايله، مغذيه جدا، حلوه قوي، وفيها كل العناصر، وخطوات سهله وبسيطه، وبتاخدش مننا اي وقت خالص خالص خالص. نص ساعه نبقى طالعين من المطبخ عاملين غدا كامل متكامل، ومخلصين كل اللي ورانا وتمام التمام. معايا هنا كيلو من اللحمة الشرايح، تقدري تستخدمي أي قطعية، لحمة للخضار، كوستليتا كوستليتا، أي قطعية انت عاوزاها. أنا هنا كان عندي شرايح استخدمتها، شرايح دي كانت بتاعة البوفتيك، أنا قطعتها قطع صغيرة وهبتدي أتعامل بيها، مفرقش خالص أي حاجة. معلقة سمنة كبيرة على النار، سمنة بلدي، سمنة نباتي، اللي انت عاوزاه. هشوحهم تشويحة كده، هدي اللحمه صدمه كده مع السمنه بتاعتي البلدي دي، لغايه ما تنزل الميه بتاعتها، الجوس اللي بيبقى ايه، العصاره بتاعت اللحمه تنزل، وتبتدي ايه اللحمه تتشربها تاني. عندي هنا بصلايه كبيره مفرومه ناعم مجروشه يعني، واضيفها عليها قبل اللحمه ما تبتدي تشرب الميه بتاعتها. قلتلك خطواتنا سهلة وبسيطة جدا، بس ما تنسيش اللايك وما تنسيش الكومنت الحلو. معلقة من الفلفل الاسود، تقدري هنا تحطي توابل اللي انت بتحبيها، بهارات لحمة او فلفل اسود، او تحطي حبهان مطحون او لوري مطحون. تقدري هنا تحطي كل التوابل اللي انت بتحبيها او بتحبيها او بتستطعميها في الاكل. انا هنا استخدمت جوزة الطيب المطحونة، واستخدمت بصل وفلفل اسود بس، خلاص بصل بودر مع البصل ده، البصل الفريش اللي احنا مخرطينه، واستخدمت فلفل الاسود، وعندي جوزة الطيب مبشورة او مطحونة او مجروشة. انا بحب جوزة الطيب جدا مع اللحوم. جنبت بقى، شوحت البصلة مع اللحمة على نار هادية بقى مع بعض كده، لغاية اللحمة ما تشرب الجوز بتاعها اللي قلنا عليه. وهبتدي هنا صينية تانية، هشوح المكرونة او احمر المكرونة المرمرية بتاعتنا الحلوة دي. ليه ما بعملهاش على اللحمة؟ عشان اوصل لدرجة من تحمير المكرونة المظبوط، لو حطيتها على اللحمة مش هتتحمر التحميرة اللي انا عايزاها، فعشان كده بحمرها لوحدها في الصينية. معلقة سمنة سخنة في صينية على النار تسخن كويس، ونزلت بكيستين المكرونة زي ما انت شايفه كده. استخدمي اي نوع مكرونه، بس ما يبقاش مفضل قوي، الاسباجيتي مش هتبقى مريحاكي في التحمير او مش هتظبط معاكي، اي نوع تاني غير الاسباجيتي. وادي اللحمه اتشربت كل الجوز بتاعها، والمكرونه بتاعتنا اتحمرت. اللحمه هنا مش مستويه، اللحمه بس اتحمرت مع البصله، اتشوحت ونزلت الجوز بتاعها، وبعد كده شربته تاني. المكرونة بتاعتنا اهي كلها لون بعضها، اتحمرت تمام التمام، هنزل بيها على اللحمة زي ما انت شايفة كده. الصينية كانت سخنة جدا، ما عرفتش اتحكم فيها، فقلت هنقلهم في الصينية الكبيرة على اللحمة واحدة واحدة عشان اتلسعت. بيخدي بالك على نفسك وعلى ايديكي. بنزل بيها بقى كده في الصينية كلها، كل المكرونة اللي حمرناها على اللحمة بتاعتنا. عاوزه حامي حط قرنين شطه قطعيهم، مش عايزاها حاميه قوي، حط قرن الشطه زي ما هو. طبعا هي في قرى المشاوي بتبقى موحوحه نار يا حبيبي نار، فخدي بالك لو في اطفال صغيره في البيت ولا حاجه. تلات اربع بقى طماطمات مضروبين في الخلاط ناعم قوي، ونزلنا بيهم على طول كده. وهنا برضو ايه، شويه شطه
ملح. خلاص هي اللحمة كده هتدخل معانا في السوى، او تقريبا هي كانت تكون استوت يعني، لان الشرايح ما بتاخدش وقت، لكن لو لحمة قطعة للخضار هتستني عليها شوية. بزود بقى المية بتاعتي مقدار السوى الطبيعي بتاع المكرونة. نلاحظ ان المكرونة بتاعتنا مش مسلوقة، دي مكرونة محمرة يعني مش هتستوي بالصلصة، بس لازم نضيف عليها المية. وطلع معانا النتيجة الجبارة الحلوة دي، وإن شاء الله يبقى بألف هنا وشفا على قلبك. خطيرة، ليها الجوز بتاعها واللحمة مستوية خطيرة. جربيها في مطبخك إن شاء الله هتعجبك جدا، ومش هتاكليها بره في أي قرية من قرى المشاوي، وتدبلها مشوار مخصوص عشان خاطرها. أنا هخليكي تعملي المبكبكة في مطبخك بمنتهى السهولة ومنتهى الخطوات البسيطة جدا، وإن شاء الله تطلع معاكي طعم وهمي. بس طبعا ما ننساش لايك لقناة العيلة وكومنت حلو لقناة العيلة، والاشتراك لو مش مشتركة في القناة. خطيرة، غدا حلو قوي قوي، بسيط وسهل، يقدر اي حد في البيت ينفذه، انتي بناتك. خطوات بسيطة، تنسيش اللايك والشير. كل سنة وانتم طيبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.